أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه أسئلة عن رمضان، يقول: ما نصيحتكم للمسلمين بمناسبة اقتراب شهر رمضان حفظكم الله؟ الواجب أن المسلم يسأل الله أن يبلغه رمضان وأن يعينه على صيامه وقيامه والعمل فيه، لأنه فرصة في حياة المسلم، فرصة في حياة المسلم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو فرصة في حياة المسلم قد لا يعود عليه مرة ثانية. فالمسلم يفرح بقدوم رمضان ويستبشر به ويستقبله بالفرح والسرور، ويستغله في طاعة الله، ليله قيام ونهاره صيام وتلاوة للقرآن والذكر، فهو مغنم للمسلم. أما الذين إذا أقبل رمضان يعدون البرامج الفاسدة والملهية والمسلسلات والخزعبلات والمسابقات ليشغلوا المسلمين، فهؤلاء جند الشيطان، الشيطان جندهم لهذا، فعلى المسلم أن يحذر من هؤلاء ويحذر منهم. رمضان ما هو وقت له لعب ومسلسلات وما أدري وش وجوائز ومسابقات وضياع للوقت. نعم.